ايه هي نسبة نجاح عملية الحقن المجهري؟ هنلاقي اماكن كتير بتقول احنا نسب نجاحنا 70%، احنا 80%، احنا 90%. والقصة دي مش في مصر فقط، ده القصة دي في العالم كله، حتى في اليونايتد ستيتس بيقولوا النسب النجاح العالية دي. بداية عايزين نفهم كلمة 80 او 70% معناها ايه؟ يعني رقم مقسوم على رقم. الرقم اللي فوق ده قد يكون الحمل الكيميائي، يعني ان واحدة بعد ما عملت حقن مجهري عملت اختبار حمل ظهر تحليل في الدم، بس هو ممكن يكون كمل بعد كده او ما كملش. هو ما بيحسبش اللي كمل ولا ما كملش، هو بيحسب الحمل الكيميائي حصل. او ممكن يكون الحمل الاكلينيكي، يعني الحمل الكيميائي حصل وبعديها باسبوعين ظهر فعلا جنين ونبض وسمعنا النبض في الالترا ساوند، اتشخص اكلينيكيا ان هو حمل. او ممكن يكون اقوى من كده وهو اللايف بيرث ريت او التيك هوم بيبي، ان هو ان الكابل يروحوا بطفل بعد هذا الاجراء، يعني الحمل يكتمل وينتج عنه طفل سليم. فطبعا الرقم الاعلى هو هيبقى الحمل الكيميائي، بعد كده يقل شوية يبقى الحمل الاكلينيكي، ثم اللايف بيرث ريت. فمعظم الاماكن اللي هتقول احنا ارقامنا عالية بالشكل ده هو بيحسب الحمل الكيميائي، ما بيقولش اللايف بيرث ريت الحقيقي. ثم ان الرقم اللي تحت قد يكون عدد الحالات اللي بدأوا السايكل، بدأوا ياخدوا علاج، ولا عدد الحالات اللي عملوا فعلا عملية سحب بويضات، ولا عدد الحالات اللي زرعوا أجنة. طبعا مش كل اللي بيبتدي علاج بيكمل لحد ما يسحب بويضات، مش كل اللي بيسحب بويضات بيكمل لحد ما يزرع أجنة. فطبعا هو هيختار أصغر رقم تحت اللي هو عدد اللي زرعوا أجنة، فيقول أنا نسبة نجاحي 80% والنسبة دي تطلع هو الحمل الكيميائي على عدد اللي زرعوا أجنة. إنما لو قال عدد الناس اللي هم بدأوا العلاج تحت وفوق عدد الناس اللي روحوا بطفل فعلا، العدد مش هيكون كده خالص. طب خلينا نتكلم ايه هي النسب الحقيقية لعملية الحقن المجهري. في احسن ايدين في العالم، في انجلترا وامريكا، نسب اللايف بيرث ريت لا تزيد عن 40%، و40% ده تنطبق على الناس اللي سنهم تحت 35 سنة، لان السن عامل مؤثر جدا في نجاح عملية الحقن المجهري، نظرا لقلة مخزون المبيض وضعف وكفاءة البويضات. جودة البويضات تتأثر تأثير مباشر بالسن، يعني من 35 ل 37 سنة اللايف بيرث ريت هتنزل تبقى 30%، من 38 ل 40 سنة هتبقى 20%، من 40 ل 42 هتبقى 10%، فوق 42 سنة نسب النجاح لا تزيد عن 5%، يعني بنسبة 95% مش هيحصل حمل لواحدة فوق 42 سنة بتعمل حقن مجهري. أو بقول آخر، نسبة الحمل فوق 42 سنة بالحقن المجهري هي نفس نسبة العلاقة الزوجية العادية. أنا كمريضة إيه دوري إن أنا أزود نسب النجاح بعد ما هلتزم بالعلاج وأعمل كل حاجة الدكتور يقول عليها؟ مهم جدا حاجتين. طبعا السن أنا ماليش فيه دور قوي، بس لو أنا خدت القرار مبكرا قبل ما أدخل في السن الـ 35 أو أعدي الـ 35 ده هيكون أحسن. التدخين والوزن الزائد. يجب أن نعلم أن التدخين بيقلل فرص النجاح بنسبة 50%، يعني لو واحدة فرصة نجاحها 40% وهي مدخنة، أو إذا كان هي أو جوزها مدخن، نسبة النجاح تقل تبقى 20%. فيجب الإقلاع تماما عن التدخين للكابل، للزوج والزوجة، عشان نساعد على زيادة فرص النجاح. ثانيا الوزن أو كتلة الجسم اللي هي البودي ماس إندكس. الوزن، طيب انت ممكن تقولي في ناس وزنها زايد وبتحمل طبيعي مفيش مشكلة، ده كلام مظبوط، بس لو احنا بنتكلم على عملية الحقن المجهري اكيد الوزن الزيادة له تأثير سلبي على نتيجة عملية الحقن المجهري. فطبعا لو في وقت، لو الواحدة لسه سنها صغير، ممكن ان هي تضيع سنة تقلل وزنها عشان تحصل على نتائج احسن. اما لو الوزن كبير في حق واحدة سنها كبير، لا انصحها ان هي تضيع وقت، تتوكل على الله وتروح تعمل حقن مجهري على طول. شكرا.